ونستهل حصاد اليوم بما بثته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، وهو تسجيل مصور نادر لمفاعل نووي إسرائيلي في وادي سوريك في منطقة أشدود. مدينة أشدود جنوب تل أبيب، هناك مفاعل نووي إسرائيلي يعمل خلف ستار كثيف من السرية منذ 50 عاما. ومعنا أولا من تل أبيب إيال عليمة، المراسل العسكري للإذاعة الإسرائيلية. سيد عليمة، لماذا الكشف عن هذا المفاعل الآن تحديدا؟ في الواقع هذا الكشف يتم بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة هذا المفاعل النووي. ومعنا الآن من فيينا الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا. دكتور أبو شادي، بالمعايير الدولية ما قيمة ما تم الكشف عنه؟ بالمعايير الدولية، ويعني تسمح لي أقول، ما قيمة اللي كشف عنه؟ صفر، وصفر بمعنى الحقيقي، لأن الخبر كله على بعضه خبر شكله كده مسيس، لأن المعلومة كلها معروفة. إسرائيل بتشغل هذا المفاعل، وهو مفاعل أمريكي أعطي لها هدية سنة 58، وقت أيزنهاور ما كان بيقول الأتوم فور بيس، قدم لحلفاء أمريكا عدد من المفاعلات، منها مفاعل أمريكا في طهران اللي هو عليه الكلام لحد النهاردة، ومفاعل سوريك اللي نحل سوريك اللي أعطي لإسرائيل. الكلام ده بقاله أكتر من 50 سنة. المفاعل ده وبشرط من شروط الولايات المتحدة تحت تفتيش الوكالة من السبعينات، المفتش الوكالة بيزوروه كل سنة. المعلومات اللي ذكرت هنا النهاردة معلومات غاية في السطحية، زي ما بقول مركز الأبحاث النووية في نحال سوريك ده في مفاعل أبحاث، وبعد كده في مراكز أخرى أهمها الليزر والطب النووي وتشيع بعض الأجهزة الطبية، وفي سايكلوترون واكسلريتور، الى حاجات ابحاث محدوده معروفه كلها، وزي ما بقول المفتشين بيزوروه. مش بس كده، ده هي في من عده سنوات وفي زيارات يمكن بصوره شبه دوريه للصحفيين، واي واحد عايز يفتح الانترنت هيبص يلاقي ناس عملت الاخبار دي من في الالفينات، وبالذات 2004 صحفيين فرنسيين راحوا زاروا الموقع والمركز. يعني انا الحقيقه مستغرب الخبر لا قيمه له واتزق كده. يعني عفوا دكتور ابو شادي، يعني عفوا، اذا كان لا قيمه له وبالمعايير الدوليه المساله تساوي صفر، برايك لن يحدث ما تم الكشف عنه اي ضجه في الاوساط الدوليه المختصه ولا حاجة؟ لأن الخبر الوحيد اللي بيتكلموا عنه دلوقتي اللي هو اكتشاف تفجيرات نووية. اللي بيكتشف تفجيرات نووية دي منظمة معروفة جدا في فيينا، اللي هي مجزرة الحظر الشامل للتجارب النووية، وعندها مركزين في إسرائيل نفسها لكشف عن التجارب، سواء التجارب من ناحية الزلازل أو الإشعاع. وإسرائيل بتعمل، ومركز سوريك بصورة خاصة في معمل للإشعاعات بيعمل في التحليل مع هذه المنظمة في فيينا. يعني ما هماش بيخترعوا حاجة جديدة من عندهم، ده هي اتفاقية بين الاثنين وبيعملوها. طبعا كلهم بيكملوا، ده مش إسرائيل لوحدها، ده في مصر وفي الأردن، في عدد من الدول العربية بنفس الوضع. ولكن يعني عفوا دكتور، إذا يعني اسمح لي فقط، إذا كان هذا المركز يخضع لرقابة دولية وأمريكية منذ سنوات وبشكل منتظم تقريبا مثل ما ذكرت وذكر ضيفنا من إسرائيل، يعني برأيك الخطوة في النهاية تظل سياسية ولا قيمة يعني ستحدثها بأي شكل من الأشكال؟ إلى حد كبير نعم. يمكن الجديد شوية فيها أنه زي ما احنا شايفين في الصور دلوقتي أنه دخلوا التلفزيون بيصور حاجات، يمكن الناس مش فاهمة الحاجات دي الحقيقة. أنا أقول لهم بس يا جماعة، الحاجات دي كلها حاجات سطحية جدا وموجودة في فيينا، اللي عايز يجي يتفرج عليها، دي مجرد رصد زلازل وموجودة في جميع مراصد الزلازل في كل حاجة، يعني ما فيهاش حاجة خطيرة ولا سرية ولا عسكرية زي ما اتقلب. ده لا يمنع. ولكن عفوا دكتور، يعني كيف يمكن لإسرائيل أن تسمح بتفتيش منشأة كهذه بشكل دوري، في حين ترفض التعامل مع بأي شكل من الأشكال مع منشآت أخرى؟
صحيح، هو ده بقى السؤال بالظبط كده، ان احنا عندنا منشآت حساسة جدا في اسرائيل، اهمها ديمونة ومفاعل ديمونة، وطبعا مراكز المعالجة وانتاج الاسلحة النووية، زائد ان يقال ان فيها ما يقرب من 6 مفاعلات سريين اخرين موجودين في اسرائيل بدون اعلام. والحقيقة انا اول ما سمعت الخبر تخيلت ان ده واحد من الستة، ما تخيلتش ان هو ده المفاعل اللي العالم كله يعرفه كويس. لكن مع الاسف اسرائيل ما ادتش الفرصه الجميله دي ان احنا نتخيل انها تعلن عن حاجه سريه بحقيقه. اللي قالته النهارده ده كله غير سري ومعروف وملوش فايده ذات قيمه. لكن نتمنى بقى انها يا اما تفتح التفتيش ديمونه، يا اما تقول لنا المنشات النوويه السريه الاخرى واللي قطعا افادتها في عمل قنابل ذريه هي موجوده فين، وتسمح بالتفتيش فيها. يعني هل تعتقد ان المنظمه الدوليه ستستغل هذه الفتحه الاعلاميه التي تمت من خلال ما نشر على رغم محدوديته لطرح مثل هذا المطلب؟ والله احنا يا ريت، يعني احنا دايما بنتكلم بنقول يا ريت حتى اسرائيل تعلن عن المنشات السلميه، بلاش المنشات العسكريه، بلاش القنابل الذريه، كبادرة خير. يعني الخبر اللي هنا ده يعني مش قادر اقول هو ده بادرة الخير ولا لا، لان المفاعل اللي هم جابوه ده ما احنا عارفينه من 50 سنة والعالم كله عارفه، واي واحد بيفتح الانترنت بالمناسبة الصور دي صوره موجودة كلها وموجودة في جوجل، اللي يعني بيعرف يشغل جوجل كويس هيلاقيه، ما فيهوش جديد. اللي فيه جديد بقى الحقيقة هو ديمونة والمفاعلات الاخرى والمنشآت الاخرى اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة. يا ريت لو اسرائيل تعمل جزء، بس جزء بسيط، حتى الجزء السلمي بلاش الجزء العسكري، هنا يبقى في تغيير كبير جدا، ونقول ان اسرائيل يعني بدات مبادره. شكرا. حقيقيه. شكرا جزيلا لك الدكتور يسري ابو شادي، كبير مفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه سابقا، كنت معنا من فيينا.